برافو مرة أخرى مع الوليد التحفون هذا سي ريان رقيق هكا. مرحبا بك سي ريان رقيق. برافو تبارك الله عليك. إنسان معناها بروفيسيونيل أنت، إنسان محترف. أنت ماخذ جائزة تانيت ذهبي ولا شنو هكا مهرجان أيام قرطاج الموسيقية تانيت كامل ذهبي. ترى ورينا خويا خلينا نشوفوا إذا فيك طيارة في ترى شنو هذا؟ اسمعني يا جورج واسوف في بالك بدي قدك انت هكا في عمرك تحبك هكا انت حافظ جورج واسوف ترى ها سهرت الليل يا ليل يا ليل يا ليل انا جيت هفت وانا حزين يا ليل يا ليل يا ليل ومهما الدنيا بتتغير أنا ما تغير أنا ما تغير وحيد يا ليل حيران يا ليل سهران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل خليت اسمعني انت توا في العرس تمشي تغني في العرس قداه قداه الكاسيه نتاعك ما غنيش ما عمرك ما قالوكش حتى مره اذا في تهور لا عيد ميلاد لا 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 قاعده تخبي لا لا ها قالوا لي انت تمشي ب 300,000 الليلة لا لا ها لا لا من صفاقس انت وين في صفاقس في بوزيان في بوزيان برافو نجم نقول لك كان برافو يعطيك الصحة ها ما تكلمش بكل انت تعرف كان تغني وتقرا توا في ناقص ستيام صفا الامور ولا هكاك ولا في الحساب باهي ولا في الايقاظ ولا مريقلة هاي ديما مريقلة برافو ميرسي في برافو نحب نستضيف التحفون احمد عبروك احمد عبروك مرحبا بك انت اليوم باش تشارك في مهرجان مسرح الطفل بالكمانجه نتاعك تبارك الله اش فيك حشام ما تكلمش ها قول لي على السلامه احكي لي شو مرحبا بك اسمي احمد عبروك اي نقرا ستيام اي تقرا ستيام اي نقرا في كونسيرتوار في قروان في راني في قروان انت تعيش في قروان تسكن في قروان هاي مرحبا بك حلوه قروان حلوه برشا ديما تجي لتونس هوني هاي نجي وكيف تو تقرا موسيقى من اللي قضي عمرك كنت تقرا الموسيقى خمس سنين ونص وعليه اخترت الكمانجة انا وقت في عيد ميلاد نتاع 4 سنين حذيني خالي كمانجة ايه قلت لي هم برا مشي هزها وشوف يا
اخي دخلت عجبتك الحكايه ها تو تبارك الله وليت اترا هاي خلينا نشيخوا حتى وخلينا نسمعوا نسمعوا الناس صحة يعطيك صحة الغنجة شما تعرف معنى الغنجة معنى الغنجة الغنجة معنى اللي تبدأ بيضة بشعرها أكحل سميها الغنجة ها عرفتها أصلها قروية غنية أصلها قروية هذاك عليها أنت غنيتها تحب القروية برشا تحب الشبيبة ولا كلوبيش ولا سبيرونس الحق سبيرونس سبيرونتيست